بمناسبة شهر الكريم عيد الروح المبارك بإذن الله. عاد الله بالنعم والخير والبركات والصحة والعافية للجميع، ودم شمل بلادنا ووحدة صفنا وكلمتنا بإذن الله تعالى. طبعا نحن نجتمع اليوم وجهاء وحكماء ومؤسسات مجتمع مدني وثوار ومخاتير محلات ومجلس بلدي وكل الناس اللي ليهم الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها ومختلف صفاتها. اليوم نجتمع من ولا نختلف على مصلحتها، وبالتالي لابد من أن احنا نقول رأينا فيما يحدث الآن على أرض صبراته، على أرض مدينة صبراته، من تعديات ومن مشاكل ومن عدم احترام للحدود الإدارية البلدية. هذا كله لابد من أن احنا نتناقش فيه بحيث تكون المسؤولية جماعية علينا جميعا. بحيث تكون المسؤولية جماعية علينا كل مجلس بلدي وكافة الفئات أو الصفات الموجودة داخل هذه البلدية. كما تعلمون جميعا أن هناك تعدي على البلدية من جهتين، من الشرق ومن الغرب. توجه بها كل من يعنيه الأمر لحل هذه القضية وهذه المشكلة. هذه النقاط اللي سيتم النقاش فيها والتحاور فيها سيتم توجيهها بكامل المذكرات إلى رئاسة الوزراء. زي ما قلنا بنبعث للجهات هذه، قد نسمع بعض بالله. نبعث الجهات هذه اللي هي رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية، والنائب العام، ونيابة صبراته، والنيابة العسكرية بصبراته، ووزارة الحكم المحلي. نوصل هذه كل المعلومات وما يحدث بالتحديد في المنطقة الغربية من سيارات مصفحة وناس مدنيين تتحرك بسيارات مصفحة ومظلمة، والمشاكل اللي حدثت بسبب هذه الأشياء. وبالتالي ستتولى هذه الجهات، وهذا ما تم الاتفاق فيه مع بعض منهم، تتولى هي الامر في هذا في حل هذه المشاكل. البدايه نريد ان نتعرف على محمد احمد غير مختار محلة النهضة. في النقطة اللي صار مزامور مجلس بلدي ورئيس مجلس الكتب بالبلدية. حكم الله يا ممتاز. وباي فتحت محضر في النصائح. والله فتحت السنة اللي فاتت. لا مش السنة اللي فاتت. عاد فيني في العام بدير محضر. لا عفوا عفوا. كويس. عقيل خالد كرداد رئيس واحد من النقاد البحري للصحافة الأردنية. نعم صحيح. طلع عمرو كان رئيس المجلس البلدي. كويس. كافر المهدي سواقي محلة رأس الديوان بصنعاء. أهلا مبارك طلعت مجلس بلدي. أحمد السائر رئيس مجلس كما ورئيس صبراته. الآن وقلنا هذا النقاش أنا أقترح هو المقترح. هذا النقاش خلاصته ستحال إلى رئيس الوزراء وإلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام والى نيابة صبراته والى النيابة العسكرية صبراته والى وزارة الحكم المحلي. في جهة ثانية ممكن تحولوا لها الكلام هذا قولوا لنا عليه. الأجهزة الرقابية. ها؟ الأجهزة الرقابية. الرقابة والدول المحاسبة. ما يهمهاش. شيخ محمد هل لها علاقة هذه صور حولوا منها صورة للنائب، لا النائب اللي عندنا احنا سواء في مجلس الدولة أو في مجلس المنطقة. مسألة تشريعية يا شيخ محمد. نعم نعم نعم. صورة للناس. احنا بنحكوا في الوضع اللي احنا عايشين. توا نسمع من السيد عبد الحكيم النقاط اللي موضوعها كجد والاعمال جواته ومختلف افكاره لما نتفقوا عليه احنا في هذه الجلسة سيحال في برنامج
للجهات اللي ذكرناها بالكامل. نسوي حال منها صورة للحكماء وصورة للمؤسسات المجتمع المدني وصورة للجهات اللي داخل صبرات كلها نحاول لها صور في هذا الأمر اللي من داخله. فبالتالي نبغى الكلام يكون كلام مفيد وكلام يقنع الآخرين لأن إحنا على صواب وما في مشكلة عاطفي وهذا اللي نبغى. وبارك الله فيك. يلا سار كين تنين. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالجميع من جديد في محضر اجتماع مكونات صبرات بمختلف أطياف المنعقد بتاريخ هذا اليوم الاثنين الموافق 26/6/2023 بمقر المجلس البلدي وبدعوة من المجلس البلدي صبرات. جيب لكرسي. وذلك للنقاش ووضع حد للتعديات التي حصلت وما زالت تحصل على أراضي المنطقة وعدم مراعاة الحدود الإدارية لبلدية صبرات وعدم الحدود الإدارية لبلدية صبرات وعدم مراعاة حقوق البلدية في وضع يدها على كامل حدودها الإدارية وفقا للقانون رقم 59 لسنة 2012 والذي أكد على أن البلدية هي السلطة المحلية العليا داخل نطاقها الجغرافي. ومن خلال النقاش والحوار من كافة الأطياف الحاضرة والمدونة في كشف الحضور وبتوقيعاتهم وصفاتهم وأرقام هواتفهم سيتم من قبل مجموعة مسلحة لا يعرف حتى الجهة التي تتبعها. رقم 2 حالات التجريف والمسح لشاطئ التليل وإقامة مصائف مؤقتة وتحت إشراف مجموعة من السيارات المصفحة المسلحة. رقم 3 عدم وجود ردود فعل أو تدخل الجهات المسؤولة ببلدية العجلات بن قوسين اللي هي بلدية الجديدة لإيقاف تلك الأعمال. رقم 4 تداعيات قرارات اللجنة الشعبية العامة للسياحة في الفترة السابقة. هذه 4 رؤوس عناوين نحاول أن احنا نبدأ بها في نقاشنا اليوم بخصوص الانتهاك الحاصل في الحدود الإدارية من المنطقة الغربية واللي تقريبا من شهر أو أكثر رئيس لجنة الحدود الإدارية والأعضاء المكلفين معه من خرائط جغرافية قديمة ومن بعض المستندات التي لها مئات السنين والتي سبق وأن راسلنا بها وزير الحكم المحلي في عرض مرئي واضح لكل هذه المستندات تقريبا 16 أو 17 مستند وكانت اللجنة تقريبا 10 أشخاص اللي حاضرين أو أكثر وكان فيه قبول وصدر قرار وهذا القرار ألغى اللي هي الجهة الشمالية اللي صدر فيها القرار بأن حدود بلدية جديدة شمالا البحر وهذا القرار صدر اللي هي رقم ولكن ما حدث الآن هو الذي جمعنا اليوم وإذا كان في أحد الأشخاص يتكرم ويتفضل أي نقطة من النقاط أو نقطة جديدة نستطيع إحنا في جدول الأعمال بتاعنا وإذا كان ما فيش نقطة جديدة فنفتح باب النقاش للجميع. جميع مسميات أو مكونات الحضور في حاجة ماسة لوجودكم من ناحية فنية لكي يضعكم في الصورة بحيث أن نستفيدوا من وقتنا ويكون اجتماعنا مثمر. لابد أن نضع النقاط على الحروف ونصنف التصنيف الصحيح لما هو واقع ولما دعانا للاجتماع. في حالة ما أن تحدثنا بنفس الرتم اللي تكلم به سيد عميد البلدية وتصعيد الأمر على أعلى مستويات وكتابة مذكرات ومن ذلك أنا أرى أنه هو أمر ربما يضعف من موقف بلدية صبراتة القانوني بحيث أن النزاعات على الأراضي ومن ذلك الملكية سند الحاجز تعتبر ووضع اليد يعتبر حجة قانونية قوية. في غياب تصريح فعلي وصريح لأنه كان المفروض قدمنا بسياسة البلدية تخاطب بلدية جديدة عميد البلدية لما اللي فات تكلم مع عميد بلدية جديدة بالهاتف هذا الأمر تمنيت أنه كان كتابي. في حالة أن جاءك رد كتابي من السلطة المحلية ببلدية جديدة هذاك الوقت تكون ردة الفعل عن طريق إدارة البلدية والحكم المحلي ببلدية صبراتة وتصعيد الأمر إلى جهات الاختصاص. أما ما يحدث الآن هو عبارة عن جريمة غزو أطياف
لملاك أرض موجودين وحيين وبأملاكهم ومثبتة هي بالفم أثناء وجودهم في أرض الواقع في منطقة الفريخ تحديدا بعد ما استحدث مركز شرطة الفريخ ليعطي له صلاحيات في حدود إدارية تداخلت مع علي مؤخرا بإلغاء المادة واحد في تشكيل أو تأسيس بلدية جديدة لينشئ في سنة 2015 الحكم أوكل الأمر فيما يتعلق شن قال الحكم باش تبدو على بين يتلغى المادة واحد بلدية العجلات سابقا ركز معي داخل حدود بلدية العجلات يعني الإشكال قاعد قايم العجلات حدودها الإدارية معنا احنا في خريطة معتمدة بوزارة الحكم المحلي لا توجد وبالتالي الحجة التي لديها ألغيت لأن نص صريح بإلغاء هذا القرار لا يوجد نقطة الأولى البحث على ما يلغي هذا القرار كتفنيد تمام هذه الحجة الأولى لتفنيد دفوعهم أنا أتكلم دور ربما أطيل لكن نعطيك دفوعهم هم بحيث يكون نقاش الكل بنفس الاتجاه النقطة الثانية هي فيما يتعلق بتكليف من أحد وكلاء وزارة الداخلية لوكيل الشؤون العامة ومشينا له حكماء وعيان ومجلس بلدي السنة اللي فاتت اللي هو اللواء محمود سعيد اللي أعطى الحق في بلدية العجلات أو مديرية أمن العجلات للظهور على الطريق الساحلي لعدم دراية استند على قرار 60 وقال راح نلغاها لكن ما نلغاهاش هذه النقطة رقم 2 النقطة رقم 3 أو المهمة والضرورية جدا